قال ولا يدخل أحد الجنة ولا نار. تقدم معنا بعينه إلا بدليل من كتاب وسنة صحيحة. نعم هذا قلنا على قول وعند مش مجمع عليه، عندنا قول زائد أن من شهدت له الأمة هذا على قول نشهد له بعينه. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بإنكار. نعم ما لم يظهر لهم شيء من ذلك ونذر سراءهم إلى الله تعالى. يعني لأن نحكم على الظاهر والله يتولى السراء، وما يمكن أننا نخرج إنسان من الإيمان إلى الكفر إلا بقيام الحجة وانتفاء الشبهة. نعم ولا نرى السيف على أهل. أرى السيف، ما معنى نرى السيف؟ قال إما نرى السيف يعني الخروج، الخروج عن الحكام، أو نرى السيف ضرب الرؤوس، تأخذ السيف وتقيم الحدود. ما أحد يقيم الحدود إلا السلطان أو من يوليه السلطان، إلا السيد يقيم حد واحد وهو الجلد على الأمة إذا زنت، صلى الله عليه وسلم. الذي يقيم الحدود السلطان أو ما يوليه السلطان. لا نرى الخروج على الحكام وإن جار وإن ظلم، لا نرى السيف إقامة الحدود أو ضرب الرؤوس، كله يصح هذا. نعم ولا نرى السيف على لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث. نعم ولا نرد على أئمتنا ولا في وإن جاروا. لماذا؟ لأنه قال الخروج في مفسدة عظيمة ونسعى دائما للإصلاح، أدعو سدد قارب حاول قدر المستطاع، لا توافقهم على الباطل، الطاعة في المعروف، لكن الخروج له فوائد، له طامات، وحصل ما حصل يقول ما حدث خروج إلا وحصل بهذا الخروج أكثر مما كان قبل. وأمامكم الربيع العربي. نعم ولا نرى الخروج على أهل ولا في قرية وإن جاروا وإن جاروا وإن ظلم. نعم ولا ندعو عليهم، ما ندعو عليهم، ندعو لهم، هذا وإن جاروا قال ندعو لهم. نعم ولا ننزع يدا من طاعة. لماذا؟ لأن من نزع يدا من طاعة ومات فميتة جاهلية. وبعض الناس مسكين جاهل قال أنا ما بايعت، ومن قال لك أنت لازم تبايع أصلا؟ أنت رغم أنفك مبايع، أبو بكر الصديق بايعوه، كل الأمة بايعت الصديق. عندما جاء بعض حتى أهل الحل والعقد بايعوا، لزم الكل أن يبايع، حتى الذي لم يحضر قال أنا عندما بايع الصحابة أنا مبايع، لأن الذي لا يبايع هذا يموت يموت ميتة جاهلية. نعم ولا نرى طاعة، لكن الطاعة في المعروف لا في غيره. نعم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة، ندعو لهم بالصلاة وأن الله سبحانه وتعالى يعافيهم. نعم ونتبع السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.